2019 كنا بلبنان والجروب كانوا حابين يجربوا بنهر العاصي يعملوا رافتينج، القارب المطاطي اللي بيكون فيه عليه 8-10 أشخاص عم بيجتفوا على الجنبين، وأنا من الأشخاص يلي كتير بيخافوا وما كنت قابلة أني أطلع معهم وضليتني أحط حجج، بس بالآخر أقنعوني أني ما أضيع الفرصة وأنه حتكون تجربة حلوة، وقررت مع خوف كبير أني أطلع معهم. طبعاً كان في بالنهر هيك نزلات قوية أقرب إنها تتسمى بشلال صغير، كانت تزيد كتير من المتعة، ومع الشوب كان في مية النهر كتير باردة ومنعشة وكان الحماس كتير كبير، وحتى إنه بعد ما خلصت الجولة صرت مثل صغار بدي إياها تنعاد كمان مرة. وصراحة هالمغامرة البسيطة بكل ما فيها من خوف بالبداية وتهرب وحجج بتخلص بمتعة وانتعاش كأنه بترجع تعيد من أول وجديد. كتير تشبهنا بتعاملنا مع الكتاب المقدس يلي مرات نحنا منخاف نقرب ونمسكه لكتير من الأسباب. ممكن حدا يحكي إنه حجمه كبير، ممكن حد يحكي إنه بيلاقي الأسماء فيه صعبة أو إنه ما رح يعرف يفهمه أو يحكي فيه مثل غيره زي ما بيحكوا بطلاقة وكمان بيزيدوا مراجع بالحكي، أو إنه الأحداث مش منطقية. بس لمجرد فتت بهالجولة بتلاقي حالك بعالم تاني، بتلاقي إنك مش حابب تطلع منه بس لأنك سمحت لحالك إنك تعيش هاي التجربة. لنبدأ بالعهد القديم، وللتوضيح كلمة قديم مش معناه عتيق إنما أصلي. بالعهد القديم بتلاقي ماضي وحاضر ومستقبل، بالأسفار التاريخية في الماضي والتاريخ، بالأسفار الشعرية المشاعر يلي بالحاضر، والمستقبل بالأنبياء وتوقعاتهم. التوراة كلمة عبرية معناها عقيدة أو قاعدة، هي بتشكل الأساس للي بعدها، بتحكي عن التاريخ الأول لشعب الله وحطت قصص حياته الجماعية. أسفار التوراة كمان بنسميهم أسفار الشريعة، ليه؟ لأنها بتحتوي على الوصايا يلي أوحاها الله لموسى. بالأسفار التاريخية تكشف كيف الله دايماً بيرافق بطرق مختلفة كل يلي بوثقوا فيه. بهاي الأسفار بيّنت إنه ما كان الزمن كتير سهل على شعب الله، وكان في حكماء عم يتأملوا بهذا الموضوع وجمعوا كل كتاباتهم ليكونوا الأسفار الشعرية والحكمية. وبآخر جزء من العهد القديم أسفار الأنبياء بتفتح أفقنا على عمل الله، وهم مقسمين للأنبياء الكبار بسبب حجم كتبهم والأنبياء الصغار يلي بالرغم من صغر كتبهم إلا أنه فيهم رسالة خاصة ومهمة، ومن دون الكتب النبوية ما رح نقدر نفهم العهد الجديد وأقوال يسوع يلي بترجع لأشعياء. أما بالعهد الجديد بدنا نعرف أنه بيحضر العهد القديم للعهد الجديد يلي هو بيتمم العهد القديم. الإنجيل في اليونانية يعني البشارة أو البشرة السارة يلي بتروي قصة يسوع، حياته، موته وقيامته، وهي بتشكل قلب العهد الجديد. ضروري ننتبه إنهم مش الأناجيل الأربعة، هم الإنجيليين الأربعة، يعني أربع مبشرين أو أربع شهادات كلها بتعود لإنجيل واحد، فمنحكي إنجيل بحسب القديس متى أو الإنجيل بحسب القديس مرقس. وطبعاً الكتب كمان مجموعة كبيرة من الأناجيل، لكن تم الاحتفاظ بهدول الأربعة لأنها هي الشهادات الأقدم والأهم عن يسوع. أما بأعمال الرسل بروي كيف حقق التلاميذ الأوائل الرسالة يلي أوكلها الله إلهم، هي رواية بدايات تاريخ الكنيسة، والرسائل تظهر كيف لمست كلمة الله الجماعات الأولى وبتفرجينا بشكل صادق قديك صعوبة تمييز الطريق الصح، بتركز على الإيمان، بتجيب على التساؤلات وبتساعد كيف نلاقي طريق الإيمان. أما سفر رؤيا يوحنا هو من أكثر الأسفار يلي انفهمت غلط،
كانوا عم بيستخدموه حتى يتنبؤوا بنهايات الأزمنة، لأنه كتبوا يوحنا بأسلوب رؤية، يعني كان عم بيستعمل كتير من الرموز والتعابير المجازية حتى يوصف الصراع الأزلي بين الخير والشر. ولكن على الرغم من كل الصور يلي البعض بوصفها إنها مرعبة، خلاصة السفر مفرحة، بتحكي إنه الخير رح ينتصر أكيد في النهاية. وهلأ بعد ما عرفت كل مجموعة كتب شو بتحوي، رح تصير تقدر تميز ليش علمونا إنه بالعهد القديم التوراة بقابلها الإنجيل بالعهد الجديد، أسفار التاريخية بقابلها أعمال الرسل، أسفار الحكمة بقابلها الرسائل، وأسفار الأنبياء بقابلها رؤيا يوحنا. ولسه بس تتعمق أكتر بالكتاب المقدس رح تلاقي إنك أنت نفسك رح تكتشف ماضيك، تفهم حاضرك، وتحصل على رجاء لمستقبلك. وطبيعي إذا أنت أخذت القرار تقرأ من الكتاب المقدس إنك شوي تشعر بالضياع وتسأل من وين أبدأ أو كيف. فإذا تخيلت مثلاً سهرة عشاء رومانسية لزوجين، رح تلاقي هدوء، موسيقى، شموع. فنفس الإشي، جرب إنك تلاقي مكان هادي ووقت بناسبك أنت، أنت عارف إنك فاضي فيه، وأكيد بال24 ساعة باليوم في وقت أنت فاضي فيه، حتى إنك أنت تقعد أنت والله. يمكن كل حدا فينا عنده هدفه الخاص بالقراءة، في ناس بدها تدرس من ناحية تاريخية، في ناس بدها تصلي وتتأمل، في ناس بدها تمشي على كل المواضيع، وكل حدا بس يحط الهدف رح يقدر ينجزه. فأول خطوة يكون عندك كتابك المقدس، وبنصحك بالترجمة اليسوعية المعتمدة للكنيسة الكاثوليكية. وبعد ما تكون صرت هادي وحضرت حالك، في أكثر من طريقة بتقدر تستعملها. ممكن مثلاً تختار نص قصير مش كتير طويل، تقرأه أول مرة بسرعة معتدلة، تاني مرة بسرعة أبطأ شوي. باستعمال الألوان أو علامات الترقيم تحط بعض الملاحظات، مثلاً باللون الأحمر أو تكتب علامة سؤال، إشي خلي يخطر عبالك تساؤلات. بلون تاني أو علامة تعجب، إشي خلاك تستغرب قدي هذا الآية بتشبه الإشي اللي أنت عم بتمر فيه أو بتعيشه حالياً. أو مثلاً ترسم شمعة، إشي يدوّالك فكرة ما خطرت لك، وغيرها من التقسيمات اللي أنت بتحددها. بس أهم إشي ما تفكر إذا نص أنت بتعرفه من زمان يعني إنك ما تقرأه، لأنه كل مرة وبكل حالة بتعيشها بيكون في إشي جديد تسمعه وتتأمل فيه. أو مثلاً تقدر مثلاً تمسك نص مرة تتأمل بالأوقات كيف لاعبين دور الصبح ظهر عصر، مرة تاخد شخصية تحط حالك مكانها أو الأماكن تدرسهم وتعرف تاريخيتهم، أو إنك تمسك كلمة كلمة بالنص وتتأمل ليش محطوطة بهاي الصيغة في هذا المكان تحديدا. رح تلاقي حالك مستمتع جدا، ورح تكتشف إنه كل الكتاب المقدس من بدايته لنهايته مربوط ببعض. فإذا عندك الكتاب المقدس الحجم الكبير يلي بيكون فيه بآخره الحواشي من تحت، كنوع من التمرين جرب مثلا اختار نص وبيكون أنت عم تقرأ بتلاقي فيه بآخر الآية رقم صغير توضيحه بالحاشية تحت، بيحكي لك مثلا راجع مرقس 3-4، بتروح هناك بقول لك راجع تكوين، وبتضلك تتنقل بينهم وبتلاقي حالك على الأقل أخذ معك ربع ساعة وأنت مستمتع بالمعلومات والربطات يلي رح تلاقيها وتكتشفها بين العهدين. وعسيرة الربطات، حابة أشارك معكم بمناظرة بين سفر التكوين وسفر الرؤية، وتحديداً بأول ثلاث فصول من أول سفر بالكتاب المقدس اللي هو التكوين، مع آخر ثلاث فصول من آخر سفر بالكتاب المقدس اللي هو سفر الرؤية. بالتكوين مكتوب: في البدء خلق الله السماوات والأرض. برؤية: ورأيت سماء جديدة وأرضا جديدة. بالتكوين مكتوب: والظلام سماه ليلا. برؤية: لأنه لن يكون ليل هناك. بالتكوين يكثر الحزن والألم. برؤية: وسيمسح كل دمعة من عيونهم، وللموت لن يبقى وجود بعد الآن. طردوا من محضر الله بالتكوين، وبآخر سفر مكتوب: يشاهدون وجهه. يعني بالمختصر بتفوت إنسان وبتطلع إنسان جديد.
نحنا في عنا كل الفرص لنفهم الكتاب المقدس بالوعظة بالقداس، إنه نسأل الكهنة والرهبات حوالينا، أو نقرأ كتب وندور على الإنترنت من مصادر موثوقة، أو إنه نقعد بمجموعات ونتشارك الأفكار. يعني مش شرط أنت تقعد لحالك تقرأ وتتأمل. الدخول بمغامرة قراءة الكتاب المقدس جدا ممتعة، بحفزها وبنجحها الرغبة بالتعرف على الله أكثر، ولتتعرف أنت على حالك أكثر وتعمل دورك بالتبشير بكلمة الله. ما تحكم عليه إلا ما تجربه. ما توقف وتمنع حالك لمجرد مجموعة من الحجج يلي أنت بتحطها وإنك لسه مش مكتشف متعة الموضوع. جرب وفوت، استمتع بهاي المغامرة، رح تلاقي كل تفكيرك وكل تصرفاتك تحولوا للأحسن. ضلوا بخير. مجدولي.